اسمع اسمع من كل مجموعه ايش تحليلهم للمنمطي المنفتح والمنطوي قبل ما نروح للاستراحه. نسمع كل مجموعه ماذا حللوا من المنمطي المنفتح والمنغلق. يلا لو سمحتوا نعلق الاوراق نعلق الاوراق، كل مجموعه تعلق ورقتها في الركن. يلا بسم الله كل مجموعه تعلق ورقتها في الركن. بسم الله كل مجموعه تعلق ورقتها في الركن. بسم الله ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. إذا عندنا الآن نمطين قمنا بعملية تحليلهم، النمط الحسي النمط الحدسي. كل مجموعة قاموا بعملية تحليل نمط نمط المنفتح ونمط المنقلق أو المنطوي على الذات. يا سلام يا سلام يا سلام. الآن مجموعة أيضا الأخوات قاموا بعملية تثبيت أوراقهم. نبغى نسمع متحدث باسم المجموعة يشاركنا يعطينا ما هي الآن تحليل المجموعة النمطي المنفتح ونمط المنطوي من أول مجموعة. الأخوات عندهم مؤشر حقهم؟ الأخوات عندهم مؤشر حقهم؟ يلا تفضلوا من أول مجموعة. من يأخذ الميكروفون يبدأ يقول نحن لها؟ نحن لها. يلا خذ الميكروفون تفضل، هذا المؤشر، خذ الميكروفون ساعدنا، خذ الميكروفون. تحدث الإعلام، تحدث الإعلام يا شيخ، والإعلام كله يتحدث. يلا تفضل أعطينا النمطين كلها، خش كذا عندها.